نرجع تاني نكمل اللي احنا بدأناه في من أسئله للأخوه السائلين ونكمل باقي الاسئله ياسر ماكسيموس مصر أسيوط يصلى بالطقس الفريحي في عيد النيروز لمده 17 يوم أما عيد الميلاد فيصلى سبعة أيام بطقس الفرح مع أن عيد ميلاد رب المجد فمن له أهمية أكثر؟ يعني أنا حوافقك مؤقتا على كلمة أما عيد الميلاد فيصلى سبعة أيام طبعا هو حاليا الكلام ده حاصل لكن عيد الميلاد هو يوم واحد وفي السنوات الكبيسة بيبقى 28 و 29 كيك وده موضوع تاني انما دلوقتي انا أتكلم معاكم على حكايه 17 يوم فرح في عيد النيروز واضح من السؤال ان التاريخ الليتورجي لاعياد الكنيسه عندنا غير معروف بخصوص عيد النيروز بحسب مخطوطات ترتيب البيعة التي بدأت تدون ما نمارسه في الطقس الإبطي يوماً بيوم، وهي المخطوطات اللي ظهرت في البداية خالص سنة 1444 ميلادية، وظلت تنسخ من جيل إلى جيل حتى سنة 1911. يعني اوائل القرن العشرين. في معظم هذه المخطوطات فإن عيد النيروز يصلى بالطقس السنوي المعتاد. والفتره الواقعه بين عيدي النيروز والصليب تصلى ايضا بالطقس السنوي المعتاد. فمنين جه طقس الفرح لمده 17 يوم؟ فهذه الفطرة كطقس فرح لا ذكر لها عند آباء الكنيسة ولا في قوانين بتركة الكنيسة القبطية في العصور الوسطي ولا في قوانين الصفي ابن العسال في القرن الثالث عشر أول إشارة طقسية موثقة عن هذه الفطرة نجدها في نشرة عن طقوس الكنيسة موقعة في نهايتها بتوقيع البابا كيريلوس السادس البابا 116 من بابوات الكرازة المرقسية توقيعه مكتوب فيه كيريلس بنعمة المسيح بابا الكرازة المرقسية بيذكر في هذه النشرة أنه يصلى بالطقس الفريحي من أول توت إلى 16 منه إلى 16 توت يعني اللي ورد في هذه النشرة البابوية عن هذه الفترة بنجد أثاره في إشارة تقصية أوردتها جمعية نهضة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في أول أبصل مودية طبعتها سنة 1948 ميلادية بتذكر في هذه الأبصال المضية أن إبصالية عيد النيروز تقال من يوم واحد توت إلى 16 منه لو كانت هذه الإشارة بتاعت الإبصالية دي صحيحة أنها إبصالية تقال من واحد إلى 16 توت لذكرت إن هذه الابصر المضية نفس الكلام عن الدوكسولوجية عن دوكسولوجية عيد النيروز ولكن ظلت دوكسولوجية عيد النيروز في كل الابصر المضيات على اختلافها تحمل عنوان دوكسولوجية تقال في عيد النيروز اول توت لحد سنة 2004 ميلادية حين ظهر كتاب الابصر المقدسة السنوية حسب ترتيب اباء الكنيسة القبطية اعداد مطرانية الاقباط الارثوذكس بالجيزة ودير الشهيد العظيم مارمين العجائبي بمريوط الطبعة الاولى مارس سنة 2004 ميلادية فجاءت هذه الموضية تحمل عنوان ذكسولوجية راس السنة القبطية تقال من واحد توت إلى ستاشر توت بالمناسبة دي لا ينسى أي كتاب طقسي ابطي من كتبنا أنه يقول عبارة حسب ترتيب أباء الكنيسة الإبطية حتى لو كان الترتيب الموجود فيه مخالف لكتاب الطبع قبله بسنوات قليلة لكن الكل بيقول حسب ترتيب أباء الكنيسة القبطية وهكذا تسحب هذا الخطأ إلى عناصر ليتورجيه أخرى مثل أرباع النقوس وخلافه يعني مثلا مرد الإنجيل اللي يظل يتقال بارك إكليل السنة بصلاحك 16 يوم برغم أن نص الإنجيل اللي بيتقال لا علاقة له بالمرض لكن هو خلاص بقت المرض بتاع الانجيل ثابت 16 يوم حتى لو كان الانجيل فصل الانجيل يعني ملوش علاقه بهذا المرض طبعا ده كلام مش صحيح نرجع بقى تاني للنشرة البابوية اللي احنا قلناها دلوقتي اللي بتقول ان هذه الفترة تصلى بطقس الفرح النشرة دي لم تذكر أو لم تشر إلى ما يختص بطقس يومي الأربعاء والجمعة الواقعين في هذه الفترة هنصليهم إزاي؟ يعني إزاي أنا هصلي من واحد ل 16 توت بطقس الفرح في يوم أربعة أو جمعة واقعين في هذه الفترة هصلي يوم الأربعاء بطقس الفرح وده يوم صوم هصلي بطقس الفرح يوم الجمعة الواقع في هذه الفترة بطقس الفرح وده يوم صوم أما ما يشاع اليوم من قول بأن يصام هذين اليومين ولكن بدون فترة انقطاع فهو ما لا تعرفه قوانين الكنيسة على مدى قرونها الطويلة البذرة الأولى أو أحد البذار الأولى اللي نبت منها طقس الفرح لهذه الفترة كانت في كتاب مدايح وتراتيل الطبع أول مرة سنة 1896 ميلادية، والطبع مرة تانية سنة 1921 ميلادية، عنوان الكتاب ده كتاب اللؤلؤة البهية في التراتيل الروحية والمدائح المتداولة في كنائس الكرازة المرقصية اللي جمع التلاتين دي اتنين اللي هو لجامعيه ومنقحيه ومهذبي ترتيبه الاولاني هو القمص يوحنا جرجس وده كان كاهن في الكنيسه المرقصيه في اسكندريه والثاني هو جبران نعمه الله الاسكندري وده كان استاذ اللغه القبطيه في الكركية حيث يذكر الكتاب ده أنه تقال المدايح أثناء تناول الأسرار المقدسة بطقس الفرح خلال الفترة من واحد إلى ستاشر توت. فإذا عرفنا أن أحد جامعي هذا الكتاب وهو القمص يوحنا جرجس كاهن الكنيسة المرقصية بالإسكندرية كان اب اعتراف الاستاذ عازر يوسف والذي صار فيما بعد البابا كيريلوس السادس نعرف من اين جاءت هذه النشره البابويه فيما يختص بهذه الفتره اللي بنتكلم عنها خلاصه القول هي ان هذه الفتره الزمنيه الواقعه بين عيدي النيروز والصليب تحتاج إلى تقنين كنسي واضح لأنها إن كانت قد عرفت منذ القرن التاسع عشر الميلادي أو ربما قبل بقرنين أو ثلاث قرون في بعض المخطوطات وانتشرت في بعض الجهات دون بعضها الآخر إلا أن المنشور البابوي السابق ذكره قد عممها في كل الكنائس بدون أن يعالج الممارسات الطقسية القديمة جدا في هذه الفترة والتي تتعارض مع اعتبارها فترة تصلى بطقس الفرح مثل حكم يومي الأربعاء والجمعة الواقعين في هذه الفترة وما يرد عن أرباع الناقوس في الموضيات المطبوعة منذ سنة 1908 وتثبيت مرد الإنجيل لهذه الفترة مما يتعارض مع نص الفصل المقروء من الإنجيل وقراءات فصول شهر توت كله إلى آخره أما بخصوص عيد الميلاد فإن الطقس البيزنطي يحتفل بطقس الفرح خلال الفتره من عيد الميلاد الى عيد الختان وهو ما انتقل الى الكنيسه القبطيه ايضا بدون أي قرارات من الكنيسه القبطيه تقول بذلك وان كان الشيء بالشيء يذكر فان الاحتفال بعيد الميلاد هو ليوم واحد فقط في كل سنه سواء كانت السنه بسيطه ام كبيسه اما الاحتفال به مرتين في يومي 28 و29 كياك كل اربع سنوات في السنوات الكبيسه فهو ايضا وليد خطا في فهم الجذور الاولى التاريخيه لهذا الامر وهو ما لم يتكلم عنه احد حتى اليوم كلاما موثقا برغم كثره ما قيل وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مينا عادل مصر المحله الكبرى ما سبب اننا نقول في الاحاد من عيد القيامه الى اخر شهر هاتور جي اكتونج لانك قمت ومن شهر كياك إلي عيد القيامة جئك لأنك أتيت فالبعض يقول أنه في هذه الفترة الثانية أي من كياك لعيد القيامة إنجيل باكر لا يتحدث عن القيامة برغم أن أحد شهر توت لا يتحدث إنجيل باكر فيها عن القيامة ولكننا نقول لأنك قمت فما هو السبب الحقيقي هذا التداخل الذي نتكلم عنه هو بسبب انها تفسيرات او تاويلات حديثه ولكنها سادت بعد ان وجدت طريقها الى كتاب كنسي مطبوع اما الاصل فهو اننا نقول على الدوام لانك اتيت باستثناء يوم الاحد الذي هو يوم الرب وايام الخمسين المقدسه نقول على الدوام لانك قمت خلاف ذلك هي اضافات متاخره لحقت بالطقس القبطي القديم السؤال الثاني: دورة الشماس أمام الذبيحة أثناء خروج الكاهن لمناولة الشعب، هل هي صحيحة؟ وإلى ماذا تشير؟ خروج الذبيحة المقدسة خارج الهيكل المقدس لمناولة الشعب ليست طقسًا، وكل ما يبنى على ذلك لا يمكننا تعليله. مجد مينا مصر طنطا لماذا لا تقال جي اكتونك لانك قمت يوم 29 هاتور كما جاء بخلاج ابونا عبد المسيح لسنة 1902 انها تقال حتى يوم 29 بابا بحسب ما يذكر أبونا عبد المسيح المسعود البراموسي في الخلاج المذكور صفحة 240 أن أكتونك تقال في 29 من كل شهر إبطي من 29 بقونة إلى 29 بابا أظن أن هو أغفل يوم 29 هطور لأنه بيكون واقعا في فترة صوم الميلاد وواضح هنا التداخل في التنبيهات الطقسية بمقارنة ما ورد لهذا الكلام مع سؤال سابق منذ قليل، بس هنا عاوز أوضح حاجة مهمة. أود أن أشير إلى أنه من الممارسات الحديثة اعتبار يوم 29 من كل شهر هو لتذكار البشارة والميلاد والقيامة ومن الممارسات الحديثة جدا في الطقس الإبطي هو أن يصلى هذا اليوم بطقس الفرح مما أحدث ارتباكا في الطقس لأنه ماذا يكون الطقس إذا وقع يوم 29 من الشهر الإبطي يوم أربع أو جمعة وهما يوم صوم ولماذا لم يتم تقنين إبصالية وذكسولوجية ومرض إبراكسيس ومرض توزيع إلى آخره لتقال في هذا اليوم ولماذا لم يشر كتاب القطاماروس في يوم 29 من الشهر الإبطي إلى إحالة القراءات إلى يوم تسعة وعشرين برامهات كما نفعل اليوم ولماذا أخذنا قراءات عيد البشارة لتكون هي قراءات هذا اليوم تحديدا وماذا لو وقع يوم تسعة من الشهر الإبط يوم أحد هل نلغي قراءات الأحد لنقرأ بدلا منها القراءات التاسع والعشرين هذه الامور كلها لم تقنن تقنينا رسميا في الكنيسه فهذه واحده من الممارسات الطقسيه الحديثه جدا التي دخلت الى الكنيسه بدون تقنين رسمي لها أما الحل المؤقت لهذا الأمر لحين اتخاذ قانون طقسي خاص بها فهو إن احنا بنحتفل بطقس الفرح يوم 29 من الشهر الأبطي إذا وقع يوم أحد. سؤال تاني يقول الأب الكاهن في أوشية المياه عن مياه النهر ولكن يرد الشماس مياه الأنهار بخلاف ما يقول الأب الكاهن يعني أبونا بيقول أشيت المياه بيقول مياه النهر في هذه السنة باركها الشماس بيرد اطلبوا عن مياه الأنهار النص القبطي بيذكر ذلك فعلا فالكاهن يطلب من أجل مياه النهر نيمو او انتي فيارو والنهر هنا ربما المقصود به هو نهر النيل تحديدا أما الشماس فيجيب بطلبه من أجل مياه الأنهار نيارو أو, او أنا مش عارف السبب في ذلك ولكن لا يمنع أن الشماس يطلب من الشعب الصلاة ليس من أجل مياه نهر النيل فحسب بل من أجل مياه الأنهار كلها وبالمناسبة دي فالنص اليوناني للقداس المرقصي بيتكلم عن المياه النهرية أما النص البسيلي ففيه يقول الكاهن في النص اليوناني يعني أذكر يا رب صعود مياه الأنهار كمقدارها هنا الكاهن بيتكلم او بيذكر مياه الانهار وليس مياه النار مايكل غالي كندا ما هو اصل دوره البولس والابراكسيس للكاهن والشماس حول المذبح بالصليب والبشاره وما معناها الدورات حول المذبح بين الكاهن والشماس هي من أجل ترديد الأواشي جهرا بينما يكون الشماس حاملا للصليب لأنه بحسب الأصول القديمة للطقس لا يردد الشماس مردا إلا وهو حامل للصليب أما في أشية الإنجيل فيحمل الشماس الصليب والبشارة معا كمرحلة من مراحل التطور الطقسي فؤاد عادل مصر طنطا في يوم الأحد ليلة صوم يونان ما هو الطقس الذي تصلى به العشية ثبوت أحد أم سنوي ومعاه نفس السؤال من بيتر ماهر مصر طنطا: لماذا في كتابات أبونا أثناسيوس يقول إن نغمة الصوم الكبير هي الثبوت والآحاد، وإن نغمة الأيام هي مختصرة عشان الوقت، فأي القولين صحيح؟ مع العلم أن كل الكنائس الآن تصلي الأيام أيام والثبوت سبوت بالنغم طبعًا. لقد اثبتت في كتاب صوم نينوى والصوم المقدس الكبير ان ما نعرف اليوم عن اللحن الذي يصلى به في ايام الصوم المقدس الكبير ليس اصيلا في الكنيسه القبطيه، وهو نتاج بعض المخطوطات بدءا من القرن الخامس عشر الميلادي وليس قبل ذلك الوقت والذي دعته المخطوطات باسم مختصر لحن السبوت والأحاد ذلك لأن الصوم المقدس الكبير لا يعرف في طقسه الأصيل سوى نغمة واحدة على مدى الصوم واللي بيمثلها المديح الشهير طوبى للرحمة على المساكين على هذه النغمة وما ينطبق على الصوم المقدس الكبير ينطبق على صوم نينوى بيتر حنا مصر القاهرة بالنسبة لموضوع الصوم الكبير أنه ابتدأ في عهد البابا أثناسيوس الرسولي فإن قصة المرأة عابرة النهر كانت قبل البابا أثناسيوس بكتير والقصه تقول انها كانت عاوزه تلحق تعدي عشان اسبوع التناصير. وفي الحقيقه انا ما فهمتش السؤال جيدا الا ان البابا أثناسيوس الرسولي هو الذي ضم اسبوع البصخه الى الصوم المقدس الكبير واول ذكر للصوم الكبير في رسائل البابا أثناسيوس الرسولي كانت في الرسالة الفصحية الخامسة سنة 334 ميلادية أما قصة المرأة اللي انت قلتها لم تكن عابرة للنهر بل للبحر ويوم التعميد في ذلك الوقت كان ليلة عيد القيامة وليس أسبوع التناصير فواضح أن المعلومات عندك مشوشة جورج صاموئيل مصر اسنا ما هو علاج الإطالة المبالغ فيها في القداس ونفس السؤال بصيغة أخرى من مايكل جرجس مصر طنطا هل من الممكن أن نصل يوما ما لتعديل صلوات القداس الإلهي؟ بحيث تقتصر فقط على الاساسيات دون المد والتطويل والحشو الزائد الذي تغيب معه غايه سر الشركه المقدس وايضا نفس الشيء بالنسبه للاصوام وباقي الليتورجيات كالتسبحه سواء عشيه او نصف الليل وصلوات رفع بخور باكر وعشيه وهل هذا تفكير سليم أم أن فكرتي هذه مغلوطة؟ وإن كانت سليمة كلها أو بعضها، فما هي الآليات الواجب العمل بها للوصول لتلك النتائج؟ العلاج هو العودة إلى الأصول، والفهم الحقيقي لمعنى ومغزى القداس الإلهي أن شكر لله الآب على الخليقة والخلاص الذي أكملوا لنا بابنه يسوع المسيح وأيضا تمجيد الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس وما عدا ذلك فهي إضافات غزيرة لحقت بالقداس القبطي وأضرت به حين شوشت على الغاية العظمى منه، ومعرفة تاريخنا الليتورجي هو أمر حيوي على الأقل لإيقاف الحشو والتطويل المستمر في الكنيسة القبطية حتى يومنا هذا، لأن الحشو والتطويل لسه مستمر لحد النهارده. مش توقف من كام سنة ده لسه مستمر لحد النهارده، الآليات الواجب العمل بيها للوصول لتلك النتائج إن يعني إحنا نعرف تاريخنا الروتورجي وإن يصدر قرار قوي وصريح من الرئاسة الكنسية ممثلة في مجمع الأساقفة برئاسة قداسة البابا. أنا هكتفي بهذه الكمية من الأسئلة وهكمل بعض الأسئلة الأخرى في بكرة إن شاء الله نعيشنا لأن واضح إن الدنيا بدأت تليل ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين